شهدت جميع المدن الارجنتينيه احتفالات كبيره بعد تغلب منتخب التانغو على كرواتيا بثلاثه اهداف دون رد واصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمنتخب الارجنتيني في كاس العالم لكره القدم بعد تسجيله الهدف رقم 11 في تاريخه مشاركته في المونديال. ابتسمت لهم المستديرة وحلت الاحتفالات في جميع المدن الأرجنتينية بعدما تغلب منتخب بلادهم على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد ليقترب حلم التتويج باللقب الثالث أقرب من أي وقت مضى ليصل راقص التانجو إلى المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخهم منتخب الأرجنتين حقق البطولة في مناسبتين في عام 1978 أمام هولندا وفي عام 1986 أمام ألمانيا الغربية وخسر في ثلاث نسخ في في أعوام 1930 أمام الأورغوي وفي عامي 1990 و 2014 أمام ألمانيا أثناء اللقاء الحاسم سجل ميسي هدف بلاده الأول لتسقط أمامه كل الأرقام القياسية فبهذا الهدف قاسم صدارة هدف مونديال قطر مع النجم الفرنسي كليان بابي... برصيد خمسة أهداف لكل لاعب البرغوس الأرجنتيني بات الهدف التاريخي في تاريخ التانجو بالمونديال برصيد 11 هدفا بعدما كسر رقم جابريال باتستوتا وكذلك عادل رقم الأسر ماتيوس بأكثر لاعبين مشاركة في تاريخ المونديال ب 25 هدفا وامامه فرصة في المباراة النهائية لينفرد بذلك الرقم، كما نجح في ان يكون اول لاعب ارجنتيني يسجل في الادوار الاقصائية في نسخة واحدة في كأس العالم، بالاضافة الى دخول ميسي في قائمة هداف المونديال التاريخيين حيث يتصدر القائمة الالماني مارسولاف كلوزا برصيد 16 هدفا والظاهرة البرازيلية رونالدو برصيد 15 هدفا، كما نجح ميسي في ان يكون اكثر لاعب في تاريخ المونديال مساهمة في الأهداف برصيد 11 هدفا و 8 مساهمات